يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أولى حلقات الأسبوع كالعادة، أخبار وكواليس مهمة جدا جدا على مدار فقرات الحلقة المختلفة النهاردة بالتحديد، وأخبار كتيرة أوي وتفاصيل بتهم جماهير النادي الأهلي تحديدا هنتكلم فيها بشكل مفصل، فتابعونا لحظة بلحظة لأن هي حلقة مهمة وهنتطرق فيها العديد والعديد من الأمور اللي بتهم كالعادة جماهير النادي الأهلي. النهاردة هنتطرق للجانب العالمي، ده طبيعي، الجانب المحلي، لكن أهم شيء بالنسبة لنا آخر أخبار وتفاصيل وكواليس النادي الأهلي نادينا الحبيب، فهنتكلم في أمور عدة غاية في الأهمية. لكن كالعادة أكيد بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، سؤال بيتعلق بالصفقات بما اننا في شهر يناير وفتره انتقالات وباب قيد مفتوح، فبالتالي الاهلي ابرم صفقتين، رايك فيهم ايه؟ وتوقعك للمركز بتاع الصفقه الثالثه باذن الله واحد احد، فهننتظر التفاعل بتاعكم من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد، لكن اكيد في عناوين مهمه كمان تعالوا نشوفها. في ترند الأهلي، كريستو وخالد عبد الفتاح ينتظمان في تدريبات الفريق غدا بالتوفيق يا رب إن شاء الله. وفي ترند المحلي، اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب على نفقاته. أما في ترند العالمي، فرنسا تمدد عقد ديشامب حتى 2026. طيب النهارده في بعض المباريات في مختلف البطولات، نبتدي بالدوري المصري ونشوف اهم وابرز المباريات، لان الدوري طبعا مهم بيهمنا بشكل كبير جدا، واحنا المتصدرين، احنا اللي على الصداره، النادي الاهلي بفارق 5 نقاط على صداره الجدول، وهنتكلم على الجدول الترتيب بالتحديد، لان لو تفتكروا احنا الحلقه الاخيره لينا في ترند خلال الاسبوع اللي فات يوم الاثنين اللي فات على ما اتذكر طلعنا واتكلمنا، او يوم الاحد بالتحديد، قلنا يا جماعه ان الاهلي يبقى في المركز الثاني حتى لو بفارق اهداف ده امر غير مقبول، فاحنا بنناشد رجالتنا وبنشجعهم وبنساندهم عشان يرجعوا للمركز الاول، فعلا في ظرف اسبوع الاهلي بقى في المركز الاول وبفارق 5 نقاط، فهنتكلم على الجزئيه دي بالتحديد. لكن خلينا اقول لكم اهم وابرز المباريات النهارده في الدوري المصري. بيراميدز لاعب خلاص غزل المحله، مباراه لعبت في استاد الدفاع الجوي، قدر بيراميدز ان هو يفوز بنتيجه كبيره قوي على غزل المحله، نتيجه 4-0 في اولى مباريات باتشيكو المدير الفني الجديد لبيراميدز، وخساره جديده لغزل المحله مع بابا فاسيليو المدير الفني الحالي للفريق، اللي يعتبر عمل انطلاقه مميزه بالنسبه للمحله، لكن اخر ماتشين ثلاثه في تراجع شويه في الاداء وفي المستوى في النتائج، لكن اكيد هنشوف خلال الفتره اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل. الساعه 7 في ماتشين مهمين قوي وحلوين جدا بصراحه، يعني المصري مع الاتحاد ماتش جماهيري من الدرجه الاولى، الساعه 7 مباراه قويه ما بين الفرقتين، وكل فريق بيرغب في الانتصار، فديربي ده من الديربيات المهمه او من المباريات الجماهيريه والكلاسيكيه في الدوري المصري بالتحديد، يعني عشان يبقى المصطلح مظبوط اكتر. يعني الساعة 7 كمان في ماتش تاني ما بين سيراميكا وفيوتشر، فرقتين بامكانيات كبيره وب يعني عناصر مميزه جدا، فبالتالي ايضا هيبقى ماتش حلو. المشكله بس في الماتشين دول ان هم في نفس التوقيت، فهتحتار تتفرج على ده ولا تتفرج على ده، لكن في كل الاحوال يعني هنشوف الدنيا هتخلص على ايه والنتائج ممكن تكون ازاي بالنسبه للماتشين دول، او بالتحديد يعني الماتشات المختلفه في هذه الجوله. ده بخصوص الدوري المصري. تعالوا نروح للدوري الاسباني النهارده. فيا ريال هيلاعب ريال مدريد كمان 10 دقائق بالظبط، الماتش هيبتدي الساعه 5:15. ريال مايوركا هيلاعب بلد الوليد الساعه 7:30. اسبانيول هيلاعب جيرونا الساعه 10 بالليل. ده بخصوص الدوري الاسباني. اما بخصوص الدوري الايطالي، ففرنتينا بيلعب في هذه اللحظات مع ساسولو، تعادل سلبي بدون اهداف في الكالتشيو، والمباراه لسه مستمره طبعا. الساعه 7 هتكون مباراه اليوفي مع اودينيزي، والساعه 10:15 مونزا مع الانتر، مباراه ايضا مهمه للانتر. ده بخصوص الدوري الايطالي. اما بخصوص بقى كاس الاتحاد الانجليزي النهارده، يعني احنا متعودين كل سبت دايما ماتشات الدوري الانجليزي بنبقى قاعدين مستنيينه وبنجهز الفانتزي بقى والكلام من ده، لكن النهارده مفيش دوري انجليزي، في كاس الاتحاد الانجليزي، وفي عدد كبير قوي 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 من الماتشات، حوالي 20 ماتش يعني. فاهم مباراه بالنسبه لنا هي المباراه الوحيده اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه، هي مباراه ليفربول مع ويلفرهامبتون، وهي مباراه بصبغه من الدوري الانجليزي، يعني مباراه اكيد فيها نديه وقوه كبيره جدا ما بين الفرقتين. هل ممكن صلاح يلعب ولا لا؟ فهنشوف، لكن هي مباراه طبعا في كاس الاتحاد الانجليزي، نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح. ده بخصوص مباريات اليوم واهمها وابرزها في مختلف البطولات حول العالم. طيب تعالوا نتكلم شويه على جدول الدوري قبل ما اطلع الفاصل.
لان جدول الدوري هنعرضه لحضراتكم دلوقتي. وجدول الدوري عايز اتكلم فيه بالتحديد بخصوص ان احنا لسه ما حققناش حاجه، احنا لسه بدري، الدوري لسه فيه جولات كتيره جدا. الاهلي ماشي بشكل مميز، الاهلي تقريبا هو الفريق الوحيد اللي ما خسرش معاه فيوتشر، اللي عنده مباراه النهارده الساعه 7 زي ما قلت لحضراتكم قدام سيراميكا. فانت ماشي باداء جيد حتى لو في بعض الفترات في النص كده يعني كان في نوع من انواع الشك عند جماهير النادي الاهلي بسبب مستوى الفرقه وبسبب النتائج، خسرت او تعادلت 3 ماتشات في 4 مباريات وانتصار وحيد يعني في خلالهم، وده امر كان لا يرضي اطلاقا اطلاقا جمهور النادي الاهلي. لكن بمساندتهم ودعمهم في مختلف المباريات والانطلاقه الجديده المميزه جدا اللي بدات في مباراه بيراميدز ومرورا بمباراه انبي، وان شاء الله تكون استمرارا بمواجهه المصري المقبله يوم الخميس اللي جاي في استاد برج العرب، ان شاء الله باذن الله الاهلي يواصل انتصاراته وحصده للمزيد والمزيد من النقاط، لان احنا فعلا عندنا فرقه جيده بتدعم فرقه جيده بتدعم بعناصر مميزه عشان تخلي القائمه بتاعتك اكثر قوه واكثر يعني جاهزيه لمختلف البطولات الهامه جدا اللي بيشتغل فيها او اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، واللي بيسعى دايما الاهلي وجمهوره بالطموحات اللي في السماء دايما انك توصل للمراحل النهائيه في كل البطولات اللي زي دي. فجدول الدوري كنت حابب ان احنا نعرضه يا جماعه، بس خلينا طيب نروح لفاصل الاول. بعد الفاصل هنرجع نتكلم بتفاصيل عن بعض الامور الاخرى، واكيد هنتكلم كمان عن ميركاتو النادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه شهر يناير، فاستنونا عندنا كواليس كتير، استنونا يلا بينا. صفقتين ولسه للنادي الاهلي، اول صفقتين اعلن عنهم النادي بشكل رسمي، خالد عبد الفتاح ظهير ايمن النادي الاهلي الجديد القادم من سموحه لمده 6 شهور على سبيل الاعاره مع حقيقه الشراء بمقابل مادي معين، ولاعب اكيد مهم جدا وجيد قوي وبقناعه تامه من كولر اللي بيختار اللاعبين، هو الراجل هو بيختار اللاعبين طبعا بالتنسيق مع كل المسؤولين في النادي الاهلي، لجنه التخطيط مع الجهاز الفني بكل تاكيد مع الكابتن محمود الخطيب، الامور ماشيه في السيستم الطبيعي وفي الاطار الطبيعي اللي احنا متعودين عليه دايما داخل النادي الاهلي. فبالتالي صفقه اضافه قويه جدا في مركز الظهير الايمن خصوصا بعد اصابه اكرم توفيق وايضا كريم فؤاد، ربنا يرب يشفيهم ويعافيهم ويرجعوا في اسرع وقت ويكونوا افضل كمان من الاول، واثقين جدا جدا في كده، وهيفضل جمهور الاهلي في ظهرهم كالعاده وفي ظهر اي لاعب بيمثل النادي، وده امر طبيعي جدا. فبالتالي ادي واحد في مركز الظهير الايمن، صفقة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، ودي أولى الصفقات اللي أعلن عنها الفريق. امبارح كمان بالليل قبل ما ننام كده الأهلي أعلن كمان عن مين؟ عن كريستو بشكل رسمي اللي هو محمد الضاوي اللي هو كان لاعب في النجم الساحلي، والأهلي بيتعاقد معاه لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة مميزة جدا لمستقبل النادي الأهلي ولحاضر النادي الأهلي كمان، لأن هو لعيب بقاله 2 سنين بيلعب في الدوري التونسي بشكل أساسي مع نادي النجم الساحلي، وهو أحد الأندية العريقة والمميزة جدا واللي بينافسوا دايما على مختلف الألقاب، فلاعب اتعود على الضغوط، لاعب اكيد هيكون اضافه للنادي الاهلي في مركز برده كان محتاج ليه كولر طبقا لطلباته. هو المركز الاساسي بالنسبه له جناح ايمن، بس بيجيد انه يلعب جناح ايمن وجناح ايسر ويقدر يلعب رقم 10 ويقدر يلعب مهاجم، فدي كلها مميزات مهمه جدا، ولازم ان انت تعمق القائمه بتاعتك بشكل جامد قوي. لازم تامن نفسك بشكل كبير جدا جدا بالصفقات اللي بتدعم قائمتك المميزه اللي فيها عناصر جيده، عناصر قدرت ان هي تحقق بطولات، بس لازم تخلق حاله من حالات المنافسه القويه على كل مركز. ودي سمة أساسية لازم تتوفر في نادي كبير بحجم النادي الأهلي، وده اللي بيشتغل عليه المسؤولين داخل النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خصوصا ان انت بتشارك في عدد مهول من البطولات، اخرها طبعا بطولة كأس العالم للأندية اللي اتضافت لبطولاتك اللي بتشارك فيها السنة دي واللي هتبتديها مع بداية الشهر المقبل 1 فبراير بمواجهة أوكلاند سيتي. فبالتالي تعاقدات مميزة حتى الآن، لكن أنا بقول لحضراتكم لسه انتظروا المزيد من التعاقدات والصفقات بالنسبة للنادي الأهلي، وأخبار هتكون سعيدة جدا 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 لجماهير النادي الأهلي من غير ما نخوض في أي تفاصيل، لأن احنا قناة رسمية أكيد لما هنتكلم عن حاجة أو عن اسم محدد هيكون من خلال الطرق الرسمية ومن خلال إعلان النادي الأهلي بشكل نهائي عن التعاقد زي ما حصل في أول صفقتين. صفقتين مهمين نتمنى لهم كل التوفيق مع الفرقه خلال الفتره اللي جايه، هيشاركوا في التدريبات من بكره على طول مفيش اي مشكله، بالنسبه للاهلي اجازه امبارح والنهارده، بكره ان شاء الله الفريق هيبتدي استعداداته لمواجهه الخميس ان شاء الله الخميس المقبل قدام المصري، مباراه غايه في الصعوبه هناك في استاد برج العرب، والاثنين هيكونوا متاحين للجهاز الفني طبق الرؤيه الفنيه طبق مدى جاهزيتهم، دي اللي هيحددها برده الجهاز الفني، الدفع بيهم من عدمه ده امر يرجع ليه مستر كولر وجهازه المعاون، لكن هم اكيد جاهزين. الراجل خالد عبد الفتاح رجله في الملعب لحد اخر ماتش، هو الباك رايت الاساسي بتاع سموح. عندك كمان كريستو الراجل هداف الدوري التونسي في رجله برده في الملعب طبقا للمرحله او لحد الفتره اللي هو شارك فيها مع فريق النجم الساحلي، فانت جايب ناس جاهزه ان شاء الله يكونوا اضافه بالنسبه لك في الفتره المقبله والمباريات المختلفه
المقبله. فصفقتين ومنتظرين المزيد ان شاء الله، فترقبوا اعلان النادي الاهلي على عدد اخر من الصفقات المميزه اللي هتكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للفريق طبقا لاحتياجات المدير الفني. وخليكم واثقين ثقه كامله، خليكم واثقين ثقه كامله في ان الناس في النادي الاهلي مش هيبخلوا باي مجهود لتلبيه طلبات المدير الفني. الراجل محدد طلباته، الراجل عارف نواقصه، الراجل عارف المراكز اللي هو حابب يدعم فيها. بغض النظر عن عدد الصفقات ممكن يكون كام، بس انا بقول لك استنى اتقل، هتلاقي صفقات حلوه وعدد جيد، والاهم طبعا من العدد ان يكون اللعيبه بكفاءه عاليه في المراكز اللي الراجل محتاجها. فده يحط في بص في دماغك كده، اطمن من الناحيه دي خالص، اطمن خالص. كابتن محمود الخطيب، اداره التعاقدات، كل الناس المنوطه بحسم مثل هذه الملفات شغالين شغل قوي جدا، واخبار سعيده انتظروها بعيده على حضراتكم الكلمه تاني. فده بخصوص صفقات النادي الاهلي بالتحديد حتى الان، وان شاء الله باذن الله عدد من الصفقات هيكون خلال ايام قليله جدا جدا مقبله. طيب كده اتكلمنا عن موضوع الصفقات، قبل بقى ما اتكلم في بعض الامور التانيه المهمه، عشان في حاجات ساعات كده يا جماعه والله الواحد بيشوفها بيقعد يضحك، وهي حاجه حلوه ان احنا نضحك، يعني لازم نضحك برضه، لازم يكون في حاجات كده تخرجك من مود، حاجات ترفيهيه، لكن في حاجات ترفيهيه في نفس الوقت لازم تعلق عليها حتى لو هي بتضحكك، حتى لو يقولها ناس من المفترض ان هم فاهمين وواعيين ومدركين اللي بيقولوه، لكن هم بيبقى ليهم اهداف معينه، هم عايزين يغطوا على حاجه معينه، عن قصه معينه، فنغطي على القصه دي بايه؟ نقول لك الله الحق، ده كريستيانو رونالدو راح النصر السعودي وعليه عقوبه في الدوري الانجليزي، والعقوبه اللي كانت عليه في الدوري الانجليزي هتطبق عليه في الدوري السعودي، فبالتالي هو اول ماتشين منهم ماتش اتلعب مع الطائي تمام مش هيشارك، وماتش تاني مش هيشارك، وبعد كده يبتدي يشارك بعد كده بعد الماتشين دول. الله، طب يا جماعه احنا كان في برونو سافيو رايح النادي الاهلي ما توقفش ليه؟ وكان في عقوبه بايقافه، ازاي جه لعب على طول؟ لا احنا لازم نبعت لفيفا ولازم نشتكي النادي الاهلي ونشتكي برونو سافيو ولازم نتحرك، لان اللي حصل ده تواطؤ. احنا عارفين التواطؤ فين، احنا عارفين المشاكل فين، وعارفين المساعدات جايه من مين في الاتحاد والمين والانهي نادي والانهي انديه وعشان خاطر انهي مسؤولين، لكن في نفس الوقت مضطرين ان احنا نوضح امر مهم زي ده. اولا حبيبي صديقي عزيزي، لما تيجي تتكلم في حاجه خليك فاهمها الاول، او حاول تسال، مش عيب قبل ما تتكلم استشير واسال، مش عيب خالص. العيب انك تتكلم ويبان انك مش فاهم حاجه خالص. فاللي بيسال عن برونو سافيو وموقفه لازم يعرف ان بطاقه اللاعب وصلت للنادي الاهلي بدون اي ملاحظات. يعني مع موضوع البطاقه الدوليه بتاعت كل لاعب بينتقل من نادي للنادي، ده هو مش حاجه بسيطه، اللي هو مش انت هات لي ابعت لي بطاقه عشان يلعب، لا، البطاقه دي ممكن يبقى عليها ملاحظات بايقاف معين، او ممكن يكون عليها ملاحظات خاصه باي شيء يتعلق باللاعب، وممكن تكون خاليه تماما من الملاحظات، فبالتالي اللاعب متاح بالنسبه لك انه يشارك من اي مباراه انت تحب تشاركه فيها او تلعبه فيها. بطاقه برونو سافيو جايه بدون اي ملاحظات، ومع ذلك هفهمك حاجه برضو عشان عارف هدفك برضو، ممكن تكون انت قاصد حته زي دي عشان تغربش على حاجه تانية، لكن المهم مش دي قصتنا. برونو سافيو لما تعرض للايقاف بعد الاحتكاك اللي حصل ما بينه وما بين الحكم في الدوري البوليفي مع نادي بوليفار البوليفي تمام، اتعرض لكام ماتش ايقاف؟ ثلاث مباريات، ثلاث مباريات. يعني الاتحاد البوليفي ولجنه الانضباط بالاتحاد البوليفي قالت ايه؟ في عقوبه على برونو سافيو اللاعب البرازيلي بيلعب في البوليفار، ثلاث ماتشات ايقاف. حلو، ده جميل قوي، ده زي الفل. طب هل توقف برونو سافيو ولا ما توقفش؟ هتقول لي لا ما توقفش، هقول لك ازاي؟ ما تحسبش مباراته مع النادي الاهلي، شوف شوف بعد المباراه اللي حصل فيها المشكله، لاعب مع بوليفار ولا لا؟ لعب؟ لا ما لعبش. ما شاركش في ماتشين. ما شاركش في ماتشين. واللوائح في الاتحاد البوليفي بتسمح ان لو لاعب عنده عقوبه ثلاث مباريات يقدر ان هو يستأنف على العقوبه او يقدر يقدم اعتذار ويقضي ثلث العقوبه، اللي هو يعني الماتشين، الماتش الثالث لو قدمت اعتذار بيترفع الماتش الثالث ويبقى متاح للمشاركه. وده بالظبط اللي حصل مع برونو سافيو. هنا السؤال الثاني، الناس هتقول لك الله، طب ما هو برضه لازم الاتحاد البوليفي يبعت ولازم العقوبه تطبق ولازم يتبلغ بيها الاتحاد الدولي لكره القدم. حبيبي برضه ده في حاله واحده، ان يكون برونو سافيو متعاقب بعدد ماتشات
أكتر من 4 مباريات أو بإيقاف لمدة 4 شهور وأكتر، أو ما بيبقاش فيه أكتر من 6 شهور. تمام؟ فدي برضو الحالة الوحيدة اللي كان لازم يبقى فيها تواصل ما بين الاتحاد البوليفي والاتحاد الدولي يتم إبلاغ النادي الأهلي بالموقف اللي زي ده. لكن موقف النادي الأهلي سليم 100%، ومن ساعة ما برونو سافيو جه في شهر 9 والناس عمالة تتكلم على إيقافه، والناس عمالة تجيب مداخلات من بوليفيا، وجبنا الشعب البوليفي كله اتكلم على موضوع برونو سافيو، الشعب البوليفي كله، رئيس الاتحاد على رئيس لجنة الحكام على رئيس مش عارف ايه على رئيس ايه على المدير الفني لبوليفار، على كل اي حد يجي في بالك في بوليفيا كان رئيس، ناقص نجيب رئيس دولة بوليفيا نفسه عشان يتكلم على موضوع برونو سافيو. ومع ذلك موقف الاهلي سليم، موقف اللاعب سليم 100%، والبطاقة بتاعته جاية خالية تماما من الملاحظات، عشان الصديق العزيز اللي بيسأل وبيحاول يتكلم في حاجات هو مش مدركها ومش فاهمها للأسف الشديد، للأسف الشديد، مع ان هو المفروض من المفترض ان هو على درجة ثقافة عالية، من المفترض يعني. لكن تقول ايه بقى؟ في ناس بتسخن، كلمتين ممكن يعجبوا فئه معينه من جمهور او مش عارف ايه وكلام من ده عشان ارضي شخص معين او كلام من ده، فاقول اي كلام. فدي القصه بتاعت برونو سافيو. اللاعب اتوقف ماتشين خلاص، الماتش الثالث قدم اعتذار عن طريق المحامي بتاعه، فبالتالي هو خلاص كان متاح للنادي الاهلي ولعب وشارك وجاب هدف في الزمالك، واللاعب ماشي بشكل الى حد ما جيد برضه، عشان اكون صريح معاكم، مستنيين اكتر من كده بكتير من برونو سافيو، وعندنا ثقه ان هو عنده كتير يقدمه للنادي الاهلي. فدي قصه برونو سافيو عشان نقفلها تماما. طيب الاهلي المباراه المقبله عنده مع مين؟ مع المصري بعد الفوز على انبي. وانا مبسوط جدا جدا بروح النادي الاهلي، روح اللعيبه في الملعب، بدايه من مباراه بيراميدز بعد فتره فيها يعني قلق كبير عند جمهور الاهلي بصراحه. 4 ماتشات كانوا صعبين جدا لحتى اللي تخللهم الفوز الصعب على فاركو، لكن في نفس الوقت انت دخلت وابتديت انطلاقه جديده من خلال مباراه بيراميدز. فرحنا قوي بانتصار بيراميدز المقنع واللي بنتيجه مميزه وعلى فريق محترم، فريق قوي عنده امكانيات كويسه. كسبت 3-0، دخلت على ماتش انبي الشوط الاول الدنيا مش احسن حاجه، بس يعني موجودين بنلعب، وده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، هو يعني الاقل من الطبيعي انك ما تبقاش في الفورمه بتاعتك، بس يعني تحس ان احنا هنكسب، ضيعين فرص في الشوط الاول كلام من ده. الشوط الثاني نزلت جون لقفشه، وانا بساعه لازم اقف عند قفشه، لازم اقف عند قفشه. انا احترم جدا جدا اي شخص يغلط ويعتذر، لان مفيش حد كبير على الغلط، او مفيش حد معفي من الاخطاء، او مفيش حد ما بيغلطش. لكن كون انك تحس بغلطك وتجيب هدف وتحط تيشيرت النادي الاهلي على دماغك وتشاور للجمهور الاهلي تقول لهم انت فوق راسي، فده لاعب يقدر ويحترم ويدعم وموقفه يثمن. ف تحية كبيرة لقفشة اللي أكيد جمهور الأهلي واثق في إمكانياته، واللاعب اللي عنده رصيد كبير قوي 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 ومش طبيعي عند جمهور النادي الأهلي، رصيد مش طبيعي. تمام؟ رغم إن الجمهور الأهلي دايماً مش بيفكر في الماضي أو ما بيقعدش ما بيعيش على اللي فات أو أياً كانت البطولة أهميتها ومدى غلاوتها يعني، تفكر في اللي جاي. لكن أكيد أكيد موقف من محمد مجدي قفشة مميز جداً 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 بعد الهدف الجميل اللي عمله، والموقف أحلى من الهدف. أهي اللقطة دي لازم نقف عندها. انا ما كانش عندي حلقه بصراحه بعد الماتش، فما ينفعش اعديها بصراحه. حاجه جميله، بص اصراره وحرصه الكبير، ها قلع التيشيرت، خد انذار بس مش مشكله، جمهور الاهلي اهم من كل شيء. جمهور الاهلي هو اهم عنصر في المنظومه، منظومه النادي الاهلي. اهو التيشيرت فوق دماغي وانتوا فوق دماغي، انتوا فوق راسي. فاللقطه دي لازم نقف عندها ونحيي عليها محمد مجدي قفشه، وكان هدف جميل بصراحه، يرجع الثقه للاعب، يرجع العلاقه المميزه ما بين اللاعب والجماهير، واللي اصلا كان المفروض ان ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الجدل ما بين علاقه اي لاعب واي حد من الجماهير. عندي امور تانية اخرى طبعا. الهدف الثاني جابه ديانج اكثر من رائع، قدرت انك تكسب، بتتعلم من الدروس اللي فاتت، فبالتالي الاهلي ماشي بشكل كويس. منتظرين كمان مباراه المصري بالتدعيمات كمان الجديده، ان شاء الله يكون الاهلي شكله افضل من كده بكتير. مضطر اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا كلام مهم، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه عندنا عدد من الامور المهمه جدا اللي حابين نتكلم فيها ونعلق عليها علشان جمهور الاهلي يكون كل حاجه واضحه قدامه كالعاده. لكن امبارح كان في عرض مسرحي مهم قوي لزوي الهمم بعنوان احنا بالالوان،
دي لقطات من العرض، لكن حضر مجلس إدارة النادي الأهلي كان على رأس الحضور للعرض المسرحي ده لفريق ذوي الهمم بالنادي، وكان على رأس مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص جدا على التواجد، هو أعضاء مجلس إدارة النادي. وأقيم الحفل ده مساء الجمعة امبارح على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وقام ببطولته فريق ذوي الهمم بالنادي الأهلي بمشاركة 43 طفلا من أبناء النادي. حضر العرض اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب مندوبا عن وزارة الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وخالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ومندوبا عن وزارة الثقافة، وأيضا المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية والمدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف. وحرص الحضور في بداية العرض على الوقوف لمدة دقيقة حداد على روح الكابتن عاصم حماد ربنا يا رب يرحمه، كان من الناس المحترمة جدا جدا، المدير الفني الأسبق لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه في سياح جناته يا رب، اللي توفى بالأمس. وكمان وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لجميع المشاركين في مسرحية إحنا بالألوان وكافة القائمين على العمل المسرحي والذي تم التحضير له على مدار 6 شهور ماضية. بالمناسبة قريب جدا قناة الأهلي طبعا زي ما انتم متعودين منها دايما هتعرض لحضراتكم المسرحية إن شاء الله، وتعرض لحضراتكم كمان لقطات مهمة جدا جدا وجوانب غاية في الأهمية، فده برضو خبر من الأخبار المهمة اللي حابين نتكلم فيها مع حضراتكم. طيب تعالوا بقى نروح لترند الأهلي ونشوف أهم وأبرز الأخبار اللي تتعلق بالنادي على السوشيال ميديا وبالتحديد من خلال الصفحات الرسمية المختلفة، ونبتدي بحساب الوطن سبورت على تويتر واللي بيقولوا 7 إصابات في قائمة الأهلي قبل مواجهة المصري. وإحنا الإصابات مش الصفقات، يعني الواحد بس اليومين دول مركز مع الصفقات شوية زي كلنا مركزين معاه، لكن الإصابات برضو حاجة بتؤرق شوية جماهير النادي الأهلي. فأنت عندك مين؟ أكرم صليبي ربنا يشفيه ويعافيه، مصطفى شوبير غضروف ربنا يشفيه ويعافيه، كريم فؤاد صليبي برضو إن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه، بيرسي تاو بيقترب جدا من العودة، مش شرط يكون في مباراة المصري طبعا لكن لسه الأمر ده لم يحسم بعد، لكن برضو في حسابات بيرسي تاو خلال الفترة اللي جاية، وفي محاولات للحق الثلاثي أحمد نبيل كوكا كويس إن شاء الله هيلحق، عبد المنعم برضو بإذن الله هيلحق، طاهر ممكن يكون متاح وده هيبان بكرة في التدريبات، هل طاهر يقدر هيشارك في التدريبات كلها؟ لو شارك في التدريبات كلها يبقى متاح للجهاز الفني في مباراة المصري الهامة. فدي إصابات النادي الأهلي، والجمهور الأهلي عارف الإصابات بالجاهزين بكل حاجة، لكن دايما بنحاول نعرف التطورات ومدى جاهزية بعض اللاعبين لأن التحديات صعبة بل صعبة جدا. الوطن سبورت لسه معاهم وحسابهم على تويتر، مصدر صفقة الأهلي الجديدة تهدد محمد هاني والمشاركة أساسيا. ليه بس يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ يعني إيه تهدد محمد هاني؟ لا هي بتخلق حالة من المنافسة. أنت دلوقتي مين الباك رايت الصريح اللي عندك؟ هو محمد هاني. فلما جبت خالد عبد الفتاح بقى عندك 2. بقى عندك 2. فبالتالي هو ده اللي انت عايزه، ان في يبقى في منافسه، الله لا يقدر واحد اتصاب زي محمد هاني اللي لازم ياخد حقه. الراجل ماتش من بدايه الماتش سيراميكا اللي اتعادلنا فيه، مرورا بمباراه بيراميدز، مباراه انبي كمان اخيرا الماتش اللي فات، والاهم الاستمراريه، اداء اكثر من رائع، اكثر من رائع لمحمد هاني. تمام؟ فطبيعي ان هو يكون في منافسه، عشان لو حد الله لا يقدر اتصاب ولا حاجه يبقى في تاني بديل جاهز. فهو ده الاهلي بيشتغل عليه، ده مش معناه ان محمد هاني بيتهدد انه مش هيشارك، لا هو بيخلي يبقى في منافسه عشان الاحق هو اللي يشارك. فاحنا بنطمن الجماهير وبنطمن نفسنا بصفقات في مراكز، كل مركز يكون مدعم بشكل كويس عشان يبقى عندك اريحيه في الاختيار وعشان يبقى عندك اريحيه في الروتيشن وفي التدوير بالنسبه للجهاز الفني. طيب ده خبر، تعالوا نروح لخبر اخر من خلال كورة 11 وحسابهم على تويتر. عبد الرحمن فؤاد شقيق كريم فؤاد ليه تصريحات، قال كريم بحالة جيدة وراضي بإصابته، واحد من الناس المحترمة والمتدينة جدا جدا، ولا توجد أي مشكلة ويقوم بتأهيل حاليا حتى يعود للممارسة أو لممارسة حياته بشكل طبيعي. إن شاء الله كريم فؤاد بصراحة كانت صدمة جديدة على جمهور النادي الأهلي بعد صدمة أكرم توفيق، والاثنين جابها واحدة فبالتالي هنتأثر شوية، لكن إن شاء الله بإذن الله اللي موجود يعوض. كوره بلاس بيتكلموا ان في طلب جديد من مارسيل كولر لاداره الاهلي، ايه هو الطلب؟ هقول لكم سريعا لو الكلام صحيح، سرعه حسم ملف التعاقد مع مهاجم صريح خلال فتره مقبله، اطمنوا يا جماعه ان شاء الله الامور ماشيه في الاتجاه الايجابي دون الخوض في اي تفاصيل. هنروح لفاصل. تمام، ده خبر من ضمن الاخبار. طيب قبل الفاصل ناخد خبر اخر، وده بيتعلق بفي الجول وحسابهم على تويتر.
كل بيتكلموا عن الاهلي يوجه الشكر لعزيز يعقوب ويصرف النظر عن استعارته بعد مغالاه يعني. بصوا القصه يا جماعه، اللي يهمني في الامر، اللي يهمني في القصه ولازم جمهور الاهلي يكون سعيد قوي قوي بخطوات زي دي، هو موضوع الكشف الطبي الدقيق للغايه. الكشف الطبي الدقيق للغايه، والانديه الكبيره لازم تعمل كده، النادي الاهلي بالتحديد لازم يامن نفسه في موضوع الكشوفات الطبيه. لما تيجي تتعاقد مع لعيب انت بتدفع فلوس، تدفع مبالغ كبيره، بس لازم تاخد بالاسباب وتعمل احتياطاتك. بالمناسبه انت ممكن تجيب لعيب 70% يعدي الكشف الطبي والله لا قدر يتصاب، بس لازم انت برضو تبقى عامل حساباتك، تعمل كشف طبي بشكل مميز بشكل صحيح جدا وتطمن، والاقدار دي بتاعت ربنا يعني. فانت حاجه لازم تحيي عليها مسؤولي النادي الاهلي والجهاز الطبي للنادي، ان هو بيحاول يركز في كل شيء بيتعلق بالكشف الطبي، وانه مش هيدخل اي لعيب، ومفيش اي لعيب هيتعاقد مع النادي الاهلي غير لما يكون جاهز طبيا بشكل تام، مفيش شك 1% في عدم جاهزيته الطبيه. فدي جزئيه مهمه جدا لازم نشيد بيها. طيب خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نوصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما اختم ترند الاهلي، او قبل بس ما ادخل في الجانب المحلي، هختم بالخبر ده من حساب يلا كوره، وبيتكلموا على ايه بقى؟ وركز معايا في الكلام ده والنبي الله يبارك لك، عشان الكلام ده مهم جدا. قال لك تاجيل مباراه الاهلي والقطن الكاميروني في الجوله الاولى من 11 فبراير بالقاهره، واقامتها احد ايام 3 او 4 مارس. ده مين اللي بياجل؟ ها، مين المنوط بالتاجيل؟ الاتحاد الدولي، عفوا الاتحاد الافريقي لكره القدم. تمام، فالناس بتعمل ايه؟ الناس بتريح الفريق اللي هيمثلهم في كاس العالم للانديه اللي هو النادي الاهلي، والفريق الاخر اللي هو الوداد، الاثنين مشاركين في بطوله دوري ابطال افريقيا. فدي ناس شغاله قالت لك بقى لا، احنا عندنا فرقتين بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا، وفي نفس الوقت عندهم تحدي عالمي ودولي مهم جدا نتمنى ان هم يمثلونا بشكل مميز، وهو كاس العالم للانديه. فبالتالي احنا لازم نريحهم، احنا مش بنعاقبهم ان هم راحوا كاس العالم للانديه، لا احنا بنساعدهم، احنا بنريحهم. فنريحهم ازاي؟ ان احنا بنأجل لهم الماتشات بتاعتهم، ما نروحش ضاغطين الماتشات، ها، عشان ماليش دعوه، انا عندي اجنده عايز اخلصها، عندي دوري، عندي بطوله عايز اخلصها، ماليش دعوه. مشكلتك بقى ان انت بتلعب في كاس العالم للانديه، لا، دي ناس بتفكر ان ازاي ممثلي افريقيا في كاس العالم للانديه يكونوا عندهم مساحه من الوقت ان هم يستعدوا، ما يكونش عندهم ضغط مباريات ممكن تكون نتيجته اصابات، نتيجته عدم جاهزيه، نتيجته اجهاد. فدي ناس بتفكر صح. لكن على النقيض تماما لحد دلوقتي، زي ما هنكمل الخبر، الاتحاد المصري لكره القدم، او بالتحديد يعني لجنه المسابقات، لم تعلن عن اي تعديل في جدول مباريات الاهلي لحد دلوقتي، رغم ان احنا بقى لنا 3 اسابيع عارفين ان احنا رايحين كاس العالم. فقال لك تاجيل مباراه صن داونز والاهلي في الجوله الرابعه من 7، ده بقيت الخبر بتاع ايه، المواعيد بتاعت افريقيا، فهتلعب برده ايام 10 و11 مارس. لكن هنا الاتحاد المصري عندنا يا جماعه، هل انا بحاول ادور في الخبر على اساس ان احنا نلاقي اي نوع من انواع التاجيل او تلميح؟ لحد دلوقتي ولا اعلنوا عن اي حاجه، ولا قالوا لنا ايه اللي هيتاجل، ولا موقف مباريات الاهلي ايه، ولا ايه اللي هيحصل. الاهلي عنده اول ماتش 1 فبراير، اول ماتش 1 فبراير يعني بعد 20 يوم من دلوقتي تقريبا، او 21 يوم من دلوقتي. فلازم تروح انت مجهز الدنيا ومسستم الامور للنادي الاهلي، تدي له الاريحيه وتساعده في ان هو يمثل مصر طبعا اولا، وافريقيا بالشكل المميز. لكن احنا عندنا التفكير هنا ايه؟ ايه ده؟ الاهلي خلق لي ازمه، ده رايحين يلعبوا كاس عالم، طب انا هعاقب الاهلي بقى، ماليش دعوه، انت رايح تلعب كاس عالم؟ طب تعالى بقى، انا اضغط عليك ماتشات وتلعب ماتشات كتير، ماليش دعوه، انا عايز اخلص اللي ورايا. للاسف هو ده التفكير بالشكل ده. بس اتمنى ان يتم تدارك الموقف خلال الفتره اللي جايه والاعلان عن مؤجلات النادي الاهلي. نروح للترند المحلي. وكلام ايضا مهم، الحساب الرسمي في الجول بيتكلموا من خلال فيسبوك ان في مصدر من لجنه الحكام قال لهم ان اي نادي في الدوري يرغب في استخدام حكام اجانب عليه ان يرسل طلبا لاتحاد الكره في فتره تتراوح قبل المباراه يريد فيها الطاقم الاجنبي ب 14 يوما. يعني انت قبل الماتش ب 14 يوم المفروض تكون بعت لو انت ترغب في استخدام حكام اجانب. وقال لك كمان ايه بقى، احنا مش مالناش دعوه بالمصاريف بتاعت الحكام الاجانب، لو في نادي يا جماعه عايز حكام اجانب يطلب قبل اي ماتش ليه ب 14 يوم ويدفع تكاليف الحكام الاجانب. فده توضيح من الاتحاد المصري لكره القدم، او بالتحديد من لجنه الحكام، ومصدر من خلال حساب في الجول. طيب لسه مع ملف، او لسه مع في الجول وملف التحكيم، وكتبوا قالوا إن في اجتماع مرتقب مع كلاتنبرج هدفه تقديم الدعم للحكام وتحقيق المزيد من الاستقرار والانضباط خلال الفترة المقبلة.
بلاش اقول والله اللي اتقال امبارح عشان ايه، خلينا احنا احسن. نتمنى التوفيق لكلاتنبرج، ماشي، من غير ما نتكلم في السكينه وحلاوه وكلام من ده، احنا خلينا نتمنى التوفيق لكلاتنبرج، وان شاء الله الامور تمشي بالشكل المميز خلال الفتره اللي جايه، ويكون في تطوير في منظومه التحكيم المصري، وده هدف الجميع. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل التمرين. نروح للترند العالمي وناخد خبر وحيد لان الوقت بيداهمنا، وخبر تجديد تعاقد ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وده من خلال حساب الاتحاد الفرنسي الحساب الرسمي ليهم على تويتر، واللي اعلنوا تمديد التعاقد حتى مونديال 2026. هو طبعا كان في امال كبيره جدا عند جماهير فرنسيه كتير وعند زين الدين زيدان بالتحديد ان هو يتولى تدريب منتخب فرنسا، لكن كان في بند في عقد ديدييه ديشامب الاخير، العقد اللي فات قبل ما يتجدد، بينص عليه، بينص ان في حاله وصول فرنسا في المونديال الاخير ده 2022 في قطر لنص نهائي كاس عالم، فتلقائيا ممكن العقد يتجدد ل 2026 مع المدير الفني الحالي ديدييه ديشامب، والجديد برضه هو ديدييه ديشامب بعد تجديد العقد. فبالتالي ده اللي حصل، فرنسا وصلت نهائي كاس العالم، ما كانوش موفقين في ضربات الجزاء قدام الارجنتين، وكان نفسي بصراحه فرنسا تكسب لكن ما حصلش نصيب، الارجنتين كسبت وميسي وعشاقه فرحوا. فده خبر مهم من الاخبار العالميه الضروري كنا نتطرق ليها. لكن خليني سريعا اروح لتفاعل جماهير النادي الاهلي معانا بخصوص رايهم في صفقات الاهلي حتى الان، وايه المركز اللي بيتوقعوا الاعلان عنه خلال الفتره اللي جايه، او بيتوقعوا ان الاهلي يعلن عنه كصفقه جديده خلال الفتره اللي جايه. نبتدي بجمال الداش، قال مساء الفل يا كابتن، مساء الفل عليك يا جيمي، صفقتين ممتازين ونتمنى صفقه المهاجم الصريح تتم على خير ان شاء الله، يحققوا امال وطموحات جماهير النادي الاهلي باذن الله واحد احد. نروح كمان لمحمد هلال الجمل، قال لك صفقات جيده، والمركز الثالث بالطبع لازم يكون مهاجم، ومركز خط وسط بالتوفيق للاهلي فيما هو قادم باذن الله. نروح كمان لاحمد عوض، قال لك مساء الخير عليك يا امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد، صفقات ممتازه ونتمنى تكون اضافه للفريق، ونتمنى صفقه او الصفقه الثالثه تكون مهاجم سوبر يليق بالاهلي، اهلاوي انا والفخر ليا. تمام، نروح كمان لايه، قالت لك صفقه كويس جدا، او صفقات قصدها بقى كويسه جدا، وان شاء الله تفيد الاهلي في اللي جاي، تكون اضافه كويسه للاهلي. فادي طيب اخر تعليق، معلش اخر تعليق معانا، اشرف يوسف قال مش جديد على الاهلي انه يجيب صفقات سوبر بتليق بالنادي العريق، مشرف الكره المصريه العربيه والافريقيه، فاتمنى لهم الانسجام سريع وتاقلم او التالق لهم وتحقيق البطولات، واتوقع الصفقه الجديده هتكون مهاجم قوي لتدعيم الفريق قبل انطلاق المونديال. ماشي يا اشرف، ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في حسم بعض الصفقات، وخلال الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون في اخبار سعيده بالنسبه للنادي الاهلي. دي كانت تعليقات جماهير النادي الاهلي على سؤال حلقه النهارده، ودي كمان كانت حلقتنا من ترند. ان شاء الله باذن الله نتقابل في حلقات اخرى جديده باذن الله، ومناسبات اخرى جديده. اشوفكم على خير، الى اللقاء.